استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة، والذي تنظمه وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية. تأتي تلك الزيارة للاطلاع على مرافق وكيانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. تأكيدا على الريادة المصرية في تعزيز دور الشباب محليا وإقليميا ودوليا، وتمكينهم من المناصب القيادية للاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب، والذي تنظمه وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية. هؤلاء يمثلون 64 دولة من مختلف دول العالم، جاءوا إلى هنا ليشاهدوا هذا الصرح الأمني المتميز في إعداد الكوادر الأمنية محلياً وإقليمياً ودولياً. الزيارة دي بيكون لها تأثير، دي طبعاً ثاني مرة، الدفعة الأولى السنة اللي فاتت إحنا جينا برضو الأكاديمية. المردود ليها بيكون كبير عند الشباب بشكل كبير جداً، بيشوفوا إزاي وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة بتتعاون مع دول مختلفة، المراكز البحثية، كلية الشرطة والتدريبات وحجم التدريبات من أكتر الزيارات اللي كانت مؤثرة في الشباب. قام الشباب بجولة بين جنبات الأكاديمية لتفقد كياناتها ومنشآتها. بين صرح وآخر داخل الأكاديمية تنقل الشباب، حيث تعرفوا على إمكانات مركز الدراسات الأمنية ودوره في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من مختلف الدول، وكلية الدراسات العليا ودورها في إتاحة الفرصة للضباط المصريين والوافدين من الدول العربية والشقيقة لاستكمال دراستهم العليا. شفت قد ايه اكاديميات الشرطه بيهتموا وبيركزوا في تدريبات الشرطه في عشان الامن والامان البلاد. كانت مفيده لي بشكل كتير كبير. اولا تعرفت انه مصر شو عم تعمل على مستوى المحلي وشو عم بتتطور على المستوى العالم العربي والمستوى الدولي. زيارتي في أكاديمية الشرطة كانت فائقة التوقع. لم أكن أعرف أنها ضخمة بهذا الشكل. أنا منبهرة جدا من هذه الزيارة. وتوجه الوفد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية المشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. أكثر شيء لفت انتباهنا هو تدريب للأخوة العرب والأفارقة من دولة تشاد ومن دول أخرى عربية. One thing that I liked about this visit is that this police academy empowers also other African nationalities with basic skills and also sustainable skills for them to be representing ourselves in the United Nations within other countries. كلية الشرطة، والتي تعد مصنعاً بحق للرجال، كانت محطة مهمة في زيارة الوفد، والذي شاهد كيفية إعداد طلابها ليحملوا مشعل أمن الوطن مستقبلاً من خلال برامج تدريبية متطورة تطبق في هذا الإطار، حيث أدى الطلبة جانباً مما اكتسبوه من مهارات في مختلف مجالات العمل الأمني في ميادين التدريب المتنوعة الموجودة داخل الأكاديمية والتي تحاكي الواقع في صعوبتها، كذا ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي. What we have experienced and seen in this center, I never thought it is in Africa, but I have seen that the Egyptians, when it comes to their security, it is a priority number one to them. وشاهد الشباب عروضاً مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة المستخدمة في أداء بعض المهام الأمنية. The visit to the police academy has been such a great learning experience. It's offered me an insight to the extensive training that gets offered to Egyptian police officers. So far it has been so great and I'm really impressed. هذه الزيارة أول شيء عرفتنا على مدى قوة الشرطة في جمهورية مصر. من ضمن الأشياء اللي هم يدرسون فيها حقوق الإنسان، وهذا أهم سمة يتميز فيها الشرطي، بحيث أنه يقدر يخدم الناس ويقدر يعني يرد حقوقهم. شعور لا يوصف، وبالنسبه لي يعني الكثير والكثير قد ايه بلدي قويه واقف على رجليها وتقدر تتحدى اي حد. مش تحدي بس، دايما هي ان لم تمتلك القوه فستكون مطمع من الاخرين.
تتوالى الزيارات المحلية والدولية لأكاديمية الشرطة، والتي تؤكد على تميز هذا الصرح التعليمي الأمني في إعداده للكوادر الأمنية المحلية والدولية ليحملوا أمانة أمن الأوطان واستقرارها. هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.